عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. حلقه جديده وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم المطلوع او البطبوط، كيجي ناجح 100% ومفشفش. طريقه سهله ما كياخذش بزاف ديال الوقت. المقادير اللي غادي نحتاج: عندي هنايا كاس ديال المدافي، قياس العنبه كاملين الكيسان، قياس العنبه، كاس مدافي، جوج كيسان سميده رقيقه، كاس حليب، عندي معلقه خميره فوريه ومعلقه سنيده. فاول حاجه نبدا بها هي غادي نضيف هذا الكاس ديال الماء ما دافي وكاس ديال الحليب دافي. غادي نضيف خميره فوريه معلقه كبيره، سنيده معلقه كبيره، وغادي نضيف جوج كيسان ديال السميد رقيق. غادي نحاول نغرب لهم. صافي، غادي نخلط هاد المقادير ديالي هكا واحد شويه. كاس حليب، كاس ماء دافيين، معلقه خميره الخبز، معلقه سنيده، وجوج كيسان ديال السميده الرقيقه اللي كنديروا بها الحرشه. الا ما كانش ديروا هذا دقيق الفينو. صافي، دابا غادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق. غادي نغطيها ونخليها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق ونتلاقاو باش نكملوا الطريقه ديال المطلوع ديالنا ان شاء الله. نخليها واحد 10 دقائق ومن بعد نتلاقاو. وبعد ما فاتت 10 دقائق الناس، دابا غادي نحلوا الخليط ديالنا، فهو بدا كيتفاعل لينا. دابا غادي نزيد شويه ديال الملحه. دابا البنات غادي نضيف شويه ديال الملحه، دائما كتبقى على حسب الذوق، تقريبا معلقه صغيره هكا عامره مزيان، لا ودير على حسب الذوق ديالو. ودابا غادي نضيفو الفورس. عندي جوج كيسان ديال الفورس ولكن غادي نضيفهم بالتدريج. وغادي نبداو نخلطو في العجينه ديالنا. بسم الله. الملحه دائما ما كنديروهاش مع هكا الخميره، فاش كنبغيو الخميره ديالنا تتفاعل كنديروش مع الملحه. غادي نضيف نص كاس ديال الفورس ونشوف. انا ضفت دابا نص كاس عاوتاني، دابا تجمع عندي كاس ونص ديال الفورس اللي ضفت. شوفوا واش تجمع، الا ما تجمعش ليا غادي نضيف نص كاس الاخر اللي بقى. بهذا غادي نكون درت جوج كيسان ديال الفورس على جوج كيسان ديال السميده، وكاس ماء وكاس حليب وملحه وسنيده والخميره ديال الخبز. صافي، غادي نزيد دابا هذاك نص كاس اللي بقى ليا، مازال العجينه جاريه. دابا كيف كتشوفوا البنات كملت جوج كيسان ديال الفورس. غادي نعجن العجينه ديالي، نجمعها. صافي البنات، جمعت العجينه ديالي، زدتها واحد ربع كاس ديال الفورس، يعني جوج كيسان وربع باش تجمعات ليا. وانتم شوفوا على حسب الفورس ديالكم. دابا دلكتها واحد شويه، درت هكا واحد زليفه فيها شويه ديال الماء. صافي، كندير لها بحال هكا باش ما تلصقش ليا. صافي، كندلكها هكا شويه غير في هذه الزليفه، غير في هذا الاناء، وكتكون العجينه ديالنا خفيفه مطلوقه البنات، باش كيجينا هذا المطلع ديالنا مفشفش. انا راني دلكتها تقريبا واحد جوج دقائق وانا كندلك فيها غير بهذه الطريقه. ديروا شويه الماء، شويه الماء دافي وبقاو تدلكوها. صافي، دابا غادي نخليها ترتاح واحد 3 دقائق كاع، الا كثرت واحد 5 دقائق، وغادي ندوز نقرصها. فبعد ما ارتحت لي العجينه واحد 4 دقائق بحال هكاك، درت واحد الصينيه درت فيها دقيق الفينو، ولا ما كانش ديروا السميده رقيقه، المهم باش ما قرصتو ماشي مشكل. وانا عندي شويه ديال الزيت النباتيه غندير هكا في يدي باش ما تلصقش ليا العجينه، وناخذ هكا شويه ديال العجينه. نحاول نشوف شحال تخرج ليا من قريصه. واش ثلاثة تقريبا تخرج ليا ثلاثة.
العجينه ديالك كتكون مرخوفه كيف كتشوفوا. كتشوفوا خرجت ليا ثلاثه ديال الكريسات. دابا غادي نقرصهم، غادي نجمعهم ونقرصهم. ودابا البنات بعد ما قرصنا المطلعات ديالنا غادي نغطيوهم باش يخمروا وما تخليهمش تفوت فيهم الخميره، غدو معاهم البال ونتلاقاو باش نطيبوهم ان شاء الله. قلت لكم غادي نغطيوهم ونخليهم يخمروا لنا، وكيف كنقول لكم ما خاصش الخميره تدوز فيهم، القياس يختموا لنا شويه وندوزوا باش نطيبوهم في المقله. كيف كتشوفوا البنات ها هو الطلعات ديالنا خمروا او ضبط، وحتى المقله راني درتها كتسخن. دابا ندوزوا باش نطيبوهم. فكيف كتشوفوا البنات دابا راني بديت كنطيب في الضبط ديالي، غادي ندير هكا واحد الثقب في الوسط وكنكونوا سخنا المقله من قبل مزيان. وفاش كنحطوا هذا الخبز ديالنا كنقصوا ليها شويه، كنخليها متوسطه ماشي مهيله ولكن متوسطه. غادي نقلبوها فهمتوما البنات، بعد ما كتحملنا على الوجه الاول تنقلبوا على الوجه الثاني. فهاد الطريقة ناجحة وكيجي البطبوط ديالنا أو المطلوع غزال. غادي نقلبو الخبزة ديالنا على الوجه الثاني. من بعد البنات كنبقاو كل خطوة كنحركوها هكا باش تحمر لينا من الجناب، كتاخد لينا هكا تحميرة كاملة مكتبقاش محمرة غير من الوسط. فكيف كتشوفوا ها هي تحمرت لينا على هذا الوجه. غادي نحيدها وضروري ما غادي نمسح المقله ديالي من هذا الدقيق اللي فيها باش نديروا الخبزه الثالثه. فبعد ما مسحت المقله ديالي فغادي نطرح الخبزه الثالثه وغادي ندير لها تقليبه كيف العاده في الوسط ونخليها حتى تحمر ونقلبها للوجه الاخر. غادي نقلبوا الخبزه ديالنا. وكيف كتشوفوا الناس فاش تقلبوا على الوجه قلت لكم دائما تبقاو تدوروها باش كتحمر لكم من جميع الجوانب. وصافي ها هي اخر طلوعه وجدات، كيجي غزال البنات. نتلاقاو باش نشوفوه من الداخل كيفاش كيجي. وهذا هو المطلوع ديالنا البنات، كيجي روعه روعه ان شاء الله. تجربوه وتردوا عليا الخبر فهانتوما كيف كيجي من الداخل، كيجي رائع. الطريقه ناجحه 100%، كيجي غزال، كيشهد، كيجي من الداخل، كيجي رائع البنات. ان شاء الله تجربوه ونال اعجابكم. ما تنساوش لايك الفيديو كيف العاده وشي كومونتير زوين علاش لا، وبارطاجيو هاد الفيديو مع صديقاتكم في مواقع التواصل الاجتماعي، ويوا مشتركش في القناه تشترك فيها وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. والى حلقه مقبله ان شاء الله.